الأطفال يعانون من زيادة الوزن. رمضان فرصة بصراحة ذهبية ومميزة أن نقدر نحاول ننزل وزن هاي الأطفال. نبدأ بأنه الطفل ما يأكل فوق طاقته، الوجبة تاعته تكون متوازنة، يبدأ بالشوربة بالسلطة، ما يكثر من المقالي والدهنيات في داخل الوجبة، يكون في وجبة الفطور والسحور كمية كافية من الألياف والخضروات. نعودهم إنه ما يأكلوا كتير من الحلويات بين الفطور والسحور، يشربوا المي، ما يعتمدوا على المشروبات الغازية أو المشروبات العالية بنسبة السكر. حلو نعودهم إنهم يمارسوا فترة بسيطة من الرياضة سواء قبل أو بعد الفطور. إذا التزمنا بهاي الإجراءات والطفل حيصير عنده تشجيع كبير لما ينزل وزنه، منحاول إن نتابع بهالعادات الصحية لبعد رمضان عشان الطفل يقدر يستفيد من نزول الوزن ويتابع على نزول الوزن.